أنا تطوعت بلوياك واشتغلت مع لوياك بأكثر من برنامج، منهم البرامج الدولية والبرامج المحلية وبرامج التطوع. بالنسبة لي لوياك فادتني على المستوى الشخصي والمستوى الأكاديمي. فادتني على المستوى الشخصي بأن نمت شخصيتي، نمت عندي مواهب أنا ما كنت أعرف عنها، ساعدتني أني أكتشف ذاتي بأكثر من مجال، والمستوى الأكاديمي شجعتني أني أكون متفوق بدراستي. والنصيحة مني لأي شاب حاب أنه يكون جزء من عائلة لوياك، إذا أنت فعلاً طموح، مجتهد، مثقف، وحاب أنك تكون من أصحاب التغيير في المجتمع، لوياك هي بوابة ممكن تساعدك أن تكون من المتميزين في المستقبل القريب.